بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا اتكلمنا في السيشن اللي فاتت عن احد التولز اللي احنا قلنا من خلالها ان احنا ممكن نعمل امبلمنتيشن للاجايل ميثودولوجي، و يعني هنحاول النهارده ان احنا نكفر بعض الارياز بتاعتها ونسيموليت كاننا بنكريت نيو بروجكت فروم سكراتش يوزنج اجايل ميثودولوجي. والتول دي اللي احنا كنا ذكرناها اسمها تريلو. وتريلو يعني من اسهل التولز اللي بتمانج الاجايل ميثودولوجي يوزنج كامبان. لو حبينا نكريت اكونت على التريلو احنا بندخل على الويب ابلكيشن بتاعهم، ممكن نكريت نيو اكونت. انا طبعا عندي اكونت مسبقا، فبدخل يوزر نيم والباسورد بتوعي واعمل لوجن، فبيجيب لي هذا الشكل. لو حبينا نتكلم على الشكل ده، الشكل ده مكون من مجموعه من البوردز، والبورد في مفهوم الكانبان considered as new project. فلو حبينا نقول بورد يعني project، فلو احنا حابين نكرييت نيو بروجكت للبروجكت اللي احنا كنا اتكلمنا عليه وهو السمارت دكتور، فاحنا ممكن نعمل كرييت نيو ونسميه سمارت دكتور. تمام يا جماعه؟ كرييت البورد. ناو البورد بتاعتنا generated successfully، يبقى كده كأننا عملنا creation ل new project. طيب accordingly agile methodology احنا قلنا ان ال status بتاعتنا بتاعت ال project بتاعتنا اللي بيمر بيها ال tasks احنا عندنا different status. في حاجة اسمها ال backlog، وده ال scope overall بتاع ال solution. نمبر 2 لما نبدا نعمل اكسكيوشن لفيز فيز اللي هي اتريشن اتريشن، ودي هنسميها التو دو. نمبر 3 لما نبدا ناخد من التو دو ده ونعمله في الاندر اكسكيوشن، وبالتالي احنا كده نقدر نشوف ايه الاندر اكسكيوشن في المشروع. نمبر 4 الحاجات اللي خلصت هاو تو فيريفاي اللي هي التستنج فيز. نمبر 5 ان احنا نكونفيرم ان الحاجه اللي خلصت خلاص خلصت ونعمل لها منشنينج، وبالتالي احنا دلوقتي بصدد ان احنا نديزاين البروجكت لايف سايكل والفيزز اللي بتمر بيها التاسكس بتاعتنا. فيبقى احنا نمبر 1 كده نيت باك تمام، نمبر 2 بيبقى باك لوج ده ريليزز، نمبر 2 ال to do، نمبر 3 ال under execution نسميه كده under execution، نمبر 5 ال verify، نمبر 6 ال close. تمام كده؟ لنتصور ان البروجكت اللي احنا كنا ذكرناه هنا واللي فيه السكوب ده، احنا قلنا اهو اليوز كيس موديل، ممكن نقول الريجستريشن موديل، فناخد الريجستريشن موديل دي هنيجي هنا نقول فور اكزامبل ريجستريشن موديل. هكذا ممكن نقول بقى ايه ريزرفيشن موديل، analysis model، وهكذا. لو احنا عايزين نتكلم على تفاصيل الريجستريشن موديل ده هنكليك عليه، عايزين نقول انه ليه تفاصيل ممكن نضيف له ديسكريبشن، ممكن نضيف له كومنت، ممكن نضيف له تشيك ليست. والتشيك ليست معناها ان الموديل ده consists of different tasks، منها ممكن نروح هنا في الموديل وناخد اليوز كيسز اللي احنا ذكرناها، نقول مثلا
ريجستريشن يوز كيس لوجن يوز كيس وهكذا. تمام يا جماعه. We can also assign the members, solution members, task members. For example, أنا هختار ده اللي هو غنيم. ممكن بقى لو أنا ظاهر عندي أكتر من resource شغالين في نفس المشروع أذكرهم هنا. ممكن أحدد الـ due dates بتاعتي. فسي إن أنا هقول أهو الـ due date بتاعي يوم 17. According للـ deadline بيبدأ يغير الكالرز. تمام. لنتصور ان احنا خلاص ده احنا كده ده السوليوشن بتاعنا ده الريليز بلاننج. انا هاخد في الفيرست اتريشن هاخد التاسك دي وهاخد التاسك دي. هذا الشكل اللي هو يمثل فكرة الكامبان بورد. وزي ما احنا ذكرنا ان الكامبان بورد هي كلمة كامبان هي كلمة يابانية بمعنى اللوحة. واحنا واقفين كده احنا شايفين كل السكوب بتاع المشروع. فاحنا شايفين كده ان احنا عندنا 1 remaining task في الباكلوج. في 2 خلاص داخلين في الاتريشن. لو جينا ناخد دي كده وننقلها هنا just drag and drop عرفنا ان انا السوليوشن بتاعي في واحدة under execution. لنتصور ان دي كانت خلصت فعرفت ان في واحده واقفه على التستنج. لنتصور ان دي كانت اصلا خلصت فانا عرفت ان في من السكوب بتاعي تاسك كلوزد خلاص مفيش حاجه. انا كل الريليزز بتاعتي خلصت. الاتريشن مفيش حاجه لسه ما بداتش. في واحده اندر اكسكيوشن في واحده اندر تستنج في واحده خلصت. وبالتالي انا قادر ان انا اعرف الاستيتس بتاعت المشروع without ان انا اسال اي ريسورس. وهو ده اللي بيقلل الكوميونيكيشن بتاعي داخل التيم. نفس السوليوشن ده نفس السوليوشن اللي احنا شايفينه ده ليه ايكويفالنت سوليوشن على الموبايل بنفس الاسم. ان احنا ندخل على التريلو يعني لو احنا دخلنا على الاب ستور هنلاقي ان وكتبنا تريلو هينزل لنا ابلكيشن في نفس الشكل. ويو كان سينك يعني جاست ان انا عملت حولت من هنا لهنا بيعمل اونلاين ابديت بيسند نوتيفيكيشن دايركتلي وبالتالي يعدل في الموبايل في نفس اللحظه. وبالتالي انت كمانجمنت ليفل او ريسورس شغال يعني ريموتلي شغال من اي مكان يو كان تراك يور تاسكس يو كان نو يور ديتيل تاسكس. المشروع بتاعك تراكت مش محتاج هيوج ايفورت للكوميونيكيشن. التول دي من اهم مزاياها السمبلسيتي بتاعتها انها بتمبلمنت الكامبان ميثود انها تقدر تسبورت الوركينج ريموتلي واللي ابتدى ينتشر في الفتره الاخيره. طبعا احنا هنا نقدر نشوف بقى كلوجين كل الاكتيفيتيز اللي تمت وايه اتعمل امتى من قد ايه. ف يو كان ابريشيت التيم باي ان انت تسيت ستيكرز يعني سي مثلا الناس دي انت عايز تقول لهم برافو عليكم اهو حطينا ده كده. الناس دي انت محتاج ان انت تاكسلريت البرفورمانس بتاعك فممكن تقول لهم اكسلريت كايندلي اكسلريت. الناس دي انت متضايق من الاداء بتاعهم ممكن تحط لهم هذا الووتر مارك. وبالتالي يعني I think انها يعني very simple tool رائعه جدا في انها تمانج التاسكس رائعه جدا في رفع الستيتس رائعه جدا في ال working remotely mode. طبعا في تفاصيل كتير بس انا حابب ان انا ادي هنت عن كل tool احنا بنمنشن عليها في applying ال agile methodology لان المشكله دايما لا تكمن في النظرية وإنما المشكلة تكمن في التطبيق وإنزال النظرية على أرض الواقع. طبعا يعني في 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 الوركينج انفايرمنت لما يكون في انفايرمنت يعني أكثر تعقيدا احنا ممكن نشتغل بالتي اف اس زي ما احنا شايفين كده.
وده طبعا بيكون يعني افضل بالنسبه لي التيمز الكبيره والانتجريتد انفايرمنتس، وان في لينك بين الكود وبين الايشوز والتست كيسز. لكن لو انت مش محتاج هذا القدر من التعقيد، يو كان يوز التريل و فيري هيلبفول للشغل بتاعك. شكرا.